كتلة هوائية دافئة تقترب من شمال المملكة العربية السعودية قادمة من القارة الإفريقية، التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، جمعة مباركة نتمناها للجميع ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة بشكل عام في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة استمرت حول إلى قلب قليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خاصة في شمال المملكة، مع استمرار كما ذكرنا للأجواء المستقرة بشكل عام. لكن اعتبارا من يوم السبت تقترب هذه الكتلة الهوائية الدافئة من القارة الإفريقية نحو شمال المملكة العربية السعودية عبر الأراضي المصرية، تعمل على ارتفاع من جديد على درجات الحرارة في منطقة تبوك وأيضا الجوف والحدود الشمالية، مع استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في شرق المملكة خاصة منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال بداية الأسبوع، لكن تصبح أعلى من معدلاتها في القسم الغربي من المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة الملموسة، 17 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم السبت 27 إلى 15، الأحد 26 إلى 15، ونفس الأجواء والحرارات يوم الاثنين، وبالتالي ستكون درجة الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال بداية الأسبوع. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك أجواء صافية مع 27 إلى 13، سكاك 24 إلى 12، عرعر 22 إلى 12 درجة مئوية. مدينة جدة أجواء صافية 32 إلى 24، مدينة المنورة 31 إلى 18، مكة المكرمة 36 إلى 23، الطائف 28 إلى 16 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الجنوبية الغربية زخات العديد من الأمطار في أبها مع 25 إلى 11، الباحة 23 إلى 15، وجزان أجواء صافية مع 33 إلى 26 درجة مئوية. الإحساء 28 إلى 16، حفر الباطن 25 إلى 12، والدمام أجواء صافية مع 29 إلى 17 درجة مئوية. العاصمة الرياض 27 إلى 15، بريدة 24 إلى 13، وحائل 23 إلى 12 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء.